مساء الورد وصباح الورد، واهلا وسهلا بكل ادري قاعد هذا. اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من خلال برنامج دروازه. اليوم يعني وصلنا حد على قولتهم، علشان استلمنا اول شيء نبارك لكم ونبارك لنا من خلال حصول برنامج الدروازه على افضل برنامج للمسابقات، وايضا الحمد لله على كل حال حصولي على افضل مقدم برامج لشهر رمضان في مهرجان المميزون في رمضان الثامن برعايه الشيخ دعيل خليفه الصباح، وايضا بالتنسيق مع المدير العام للمهرجان الاستاذ الصحفي نايف الشمري. فقبل شوي طلعنا ما مداننا حتى نسوي شيء، فقلنا ندش على الهواء ونبارك لكم ونبارك لانفسنا حصولنا على هذه الجائزه وكل ستاف من مصورين من الكوادر، لان يمكن الناس تتابع برنامج تعرف رؤوس اقلام لمذيع والله مخرج ومعد، لكن في جيوش موجودين هني كل حلقه يستعدون قبل الهواء لتقديم اوبريت او اغنايه قديمه، بالاضافه الى حلقتنا اللي نكون فيها مستمتعين من خلال تواصلكم ومشاركتكم. ايش دراك اني خلصت؟ شو تبي بعد بسولف؟ خلاص انت حطيت نقطه. ناخذ اول الو محموله. الو هلا فيصل. هلا يا ولدي. هلا شلونك؟ خير الله يسلمك. شو اخبارك؟ عساك بخير عمي. طيب الحمد لله. مبروكين عزيز، مبروكين. الله يبارك فيك. اليوم انا مستانس، واللي مستانس شنو لازم يسوي؟ يونس غيره. اي والله عطنا جواب عبد الله ما يصير. في جوايز؟ اي كلنا اخوي حاضرين. تستاهل كل خير. بس ها خليك مصحصح معاي. ها ركز ها يلا ركز شوي. عبد الله ترى اول مره اتصل. يلا اول مره عيل ما طلعك زعلان ان شاء الله، واول اتصال لليوم. وحسبت ولدي انت ما يصير، لازم تنجحنا شوي. تستاهل كل خير والله، يطول بعمرك ان شاء الله. تستاهل حبيب قلب. بس على فكره انا احب اللي بعمري ها شباب. لا لا باش اختار لي دروازه. الجهره. بسم الله. اول لعبه ويانا يا طويل العمر صندوق مبيت. اوكي يلا خلنا نختار من 1 لـ 6. اختاري من 1 لـ 6. 3. أسئلة فنية. ممتاز. ما أسمع. شنو؟ ما أنا لأن أنت يمكن حاط صوت سبيكر عشان كذي صوتك يعطش. عطش. إيه. لا تقصر ويانا، لا تقصر ويانا. حاضرين من العين هذه قبل هذه، صدقني ما ينكبر بس يلا تستاهل. عمي اسلم راسك، السؤال يقول لك وجاوبوا لك $250. يلا بسم الله. بسم الله، من هو الفنان الذي قام بدور شخصية خليفة الدهان في مسلسل الأقدار؟ ما في اختيارات. الله. هذا السؤال يبي له اختيارات. إذا وضح ثاني مرة. عمي أبو دعي قال، عمي أبو دعي صادق. ترى المسلسل ما أعرف عبد الله والله. الأقدار ما شفته؟ لا والله. عطنا الاختيارات يا جيهان. عطنا. الفنان القدير سعد الفري، الفنان القدير عبد الحسين عبد الرضا. ولا مرعوب؟ عبد الحسين عبد الرضا. كأني ما سمعت. عبد الحسين الفرج، حتى سعد الفرج. عبد الحسين الفرج عفس التاريخ الفني كله. ها؟ سعد الفرج. وياك عبد الله الراشد وصالح مال الله. نفس الحركة. عطوا التوحيدة صح، الفنان القدير سعد الفرج. هذه تهتز، لاحظوها تهتز بروحها على الهواء. بوديها مرتخي البرغي فيها. لا برغي والله. ربحتي انا $250 يا ابو غازي. ناخذ الو ثاني. الو 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 والله غدير. ايه شلونك؟ خير الله يسلمك. شلون كنت؟ والله تمام. طلع البركه. على شنو؟ على برنامجكم افضل برنامج. اشاعه. لا سمعنا. يلا حلو. الله يبارك فيكم. انا ما طلعت الدرع ولا ما طلعته؟ ها؟ خلاص كاهو 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 يبنا يا بو يا بو يا بركة يا بو يا بو. يا سلام. عطنا مالت الأزرق المنتخب. هيا
انزين ما اسمع اعطيني زين زين ربحيني شويه على الاقل مو كله انا اربح يا اي رب ربحناك كاس كم الكاس 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 انت مسويته يعني اوكي انا بربحك افضل انا من انا بزيد كلمتك ثلاث نقط بربحك الكاش مو الكاس اوكي اوكي يلا خليك مصحصحه معايا غدير اختاري دروازه الجهره الجهره ترى اي بسم الله لعبتك رضا اسكت ها لعبتك دكان عبود يلا اوكي اوكي ايش دعوه ها يلا اوكي ايش دعوه ما في دكان عبود شنو يبي شنو تبي نعين اقول لك شيء يلا يلا اوكي يلا واحد اثنين ثلاث ايه اثنين ايه اثنين ايه بفك اثنين كاكاو خطأ ايه 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 ثلاثة ايه بفك ثلاثة عدس خطأ ايه اربعة حلفي بفك بفك صح هذه واحدة بي واحد بي حنة واحد حنة حنة لا يلا بعد كملي سي اثنين سي عدس سي كم؟ اثنين سي اثنين غلط لا ثلاثة ثلاثة صح عدس ثلاثة. عدس سارة ترى قول حق الوالدة العدس قبل دي اثنين بي شنو؟ دي اثنين دي كاكاو واثنين كاكاو وشاطرة باللعبة وشلون ما تحبينها؟ شلون ما تحبينها أبي أعرف أول أيام برمضان كان يقولون ان صعبه لعبه الدكان صعبه شلون كذي حاطينها شوف الناس شلون ما شاء الله لاخر رمضان العموم قاعد يعرف يلعبها اختي كاشك 200 دولار و100 دينار تيك يور تايم صالون شكل حلو صح يلا شنو نعطيك تحيه يلا 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 تسلمين مشكوره وسلمي على اليمد كلهم ناخذ بعد الو الو عهود هلا سلامتي توري شلونك كويت كويت زينه امشي على خط المتر. ها شو اخبارك يا عهود الحمد لله تمام عساك بخير بخير الحمد لله قاعد تجاوبيني على القطاره حبه حبه بلعب وياك اي دروازه تبين الشاميه الشاميه من يمك الاهل كلهم ايه كلهم حلو يعني انا ما اساعدك هم يساعدونك لا وانت بعد منك ها وانت بعد نساعدنا شويه ان شاء الله الطابوق يبي لها تركيز يا سلام يا سلام طابوق اوكي يلا اوكي يلا شوفي الارقام بفواز عطنا الارقام اليوم بفهد مريح اليوم بفهد حاشا ديسك ما تشوف شر بفواز عطانا الارقام اختاري لي ثلاث ارقام وركبين لي اياهم وتربحين 350 جاهزه واحد اي واحد واربعة يلا واحد وين اربعة اربعة صح هذه اول واحده صح وستة ثلاثة ستة و ستة وستة ستة وستة خلني اقرب صح يا سلام عليك انت عندكم اياها بالبيت كم لي سبعة مع خمسة سبعة مع خمسة خمسة لا ها لا تسولفوا عنك شلون 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 راح تلبسي النظارة يلا مع ثلاثة مع ثلاثة خلينا نشوف وركبت ثلاثة صح حلوين شهادة ترى طلعت على الهواء شهادة طلعت على الهواء يعني شوفي غدير اقول لك شيء مصورنا كان لا خلاص خلاص رمضان كريم ربك رحيم شكرا لك يا غدير ربحتي 350 دولار اول خطوه وخلصت يا ويلك يا الياي رجعنا وياكم مرة ثانية
شو الهدوء المفاجئ هذا؟ ايوه كذي ناخذ اتصال. الو 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 لا شنو هذا؟ الو هلا والله يا هلا فيك، منو معاي؟ معك صديقه. صديقه شلونك؟ تمام، انت شلونك؟ تمام عساك بخير. يا هلا بالطش والرش والماي المرشش من الغرش. الله بعد بعد مبروك مبروك على الجائزه. منور منور. الله يبارك فيك يا صديقه. عسى الله رفعت راسنا يا الراي. الله يسلمك ان شاء الله دوم رافعينه. يعني الاسم جدا جميل، انت سميت عمتي، انا لاخر رمضان الكل يعرف اساميها لي. اقول بديت عمتك انا. ايه؟ ما ادري ما ادري شو يردون بس شنو هذا؟ الله تعرفين هذه شنو؟ هذه؟ ايه سلة. حلو سلة، إذا بتدلعينها شو تقولين لها؟ سليلة. يا سلام عطوها توحيدة. أقول لك ليش؟ ليش؟ شفتي صار؟ كل هذا لأن المخرجة قالت يا جماعة ما تقولتي لا أنا برجع من بعد الفاصل حطوا السليلة قدام، كان يضحكون يقول شنو سليلة؟ كانت تقول تصغير السلة سليلة. صح كلامها سليلة. شفتي شلون؟ الله العظيم. يعني سارة المفروض منهج كامل باسمها. اختاري لي درواز. على راسنا سارة المخرجة، نفتخر فيكم. هذه منها هي قاعدة هي قاعدة تسوي كذا. هي بروحها ها؟ ما شاء الله يعني تسوي كل شيء. تنقي دروازي يلا اختاري دروازه. ولدي موصيني اختار الشاميه. والله يا صديقه اقول لك شيء. قول. الواحد يحب هالاتصالات الطيبه امثالك، ما وده يسكره والله. اقول فديتكم وفديت برنامجكم ان شاء الله على راسنا. الله يسلمك. الله يسلمك يا رب. بسم الله لعبتك غطاوي. يلا توكل على الله. عندك سلوم ولولو ورقية، لكل واحد ووحدة فيهم غطاية، وإجابة الغطاية تكون منك يا صديقة. أحب لولو، أنا أحب اسم لولو. صج؟ أي يلا لولو ولا تزعل، عاد أسهل غطاية أزعل منك إذا ما جاوبتي. يا بوي يلا يستر. بسم الله. طير انطار في الأبحار لا لا ريش ولا منقار. الرسالة الرسالة الرسالة. شوفي هي الدارجة الرسالة بس الأساسية لا. الأساسية ايه مو الرسالة. طير طار في الأبحار لا لا ريش ولا منقار. الغيم. لا يعني بس قربتي على الغيم. شنو؟ الهوى الريح. يشبهها اللي يطلع من الزقارة. شنو؟ دخان. دخان وانتي الصاجة. صح جايبين شحاتة قاعد تحت يدخن بس ها طف يا طف. حلال دخانكم والله غير عن الدخان الطبيعي. مزورك. 400 دولار يا صديقة، ألف مبروك. فديتك وحق ولدك قطعتين من الجاسر. وبعد قلبي يا بعد قلبي. وين أروح وين؟ أدش استديو الأخبار أقدم أخبار. يا حلاتك يا عبد الله يا حلاتك. بس بس خلاص والله أقدم موجز واطلع لي. أي والله بسنا خلاص صديقة صار حار. مشكورة من أميز ما رأيت. أي والله. ناخذ بعد. ألو 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 ألو. هلا فاطمة. هلا والله شلونك؟ تمام انت شلونك؟ تمام بخير الحمد لله. فاطمة وينك؟
أنا بالبيت. بالبيت، الكل بالبيت ما شاء الله. بس بدوام ها؟ دوام إيه. وين تداومين؟ أنا؟ إيه لا أنا. لا لا. بمكان. قالوا لي لا تضغط أوفر. ها؟ وين تدرسين تشتغلين؟ لا لا أشتغل. بطالية. لا لا أشتغل. وين؟ بمدرسة. مدرسة ولا طالبة؟ لا سكرتيرة. والله توني أدري إن وظيفتك نكتة. تضحكين إنك تقولين سكرتيرة. الله لا يغير عليك وأنتي رايحة تضحكين أنا سكرتيرة. يلا اختاري لي در مستانس يا جماعة در. ها 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 عين العزود يا أبو يا عبد الله. هلا بسم الله. ترى أنا أول مرة أشارك يعني كذا أبي بس أفوز. حاضرين 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 يلا يا دهف وين المهفة؟ اختاري دروازة. برعصي. بسم الله خلينا نشوف لعبتك يا سكرتيرة. صندوق مبيت. أوكي؟, اوكي اوكي يلا من واحد لستة. من واحد لستة اختاري رقم. خمسة. خمسة وخميسة بعين العدو. امثال بعطيك مثل وقولي لي شنو معناته. سهل. اوكي سهل. اوكي اوكي خصوصا انتو بالدوام تقول يعني لما تشوفين واحدة او يشوف إيه؟ ما ابي اقول اني قاعد اجاوب. زين الحي يشوف الحي. اعطي مهفتي اعطوها تايم. المثل الحي يقول يشوف الحي يشوف الحي. شنو يقصدون بهالمثل؟ يعني المثل اجابته منه وفيه ان مصير الحي تلاقي. شنو ان مصير الحي تلاقي؟ ما تقولي لي اغنيه راغب، قولي لي الاجابه. مو مدري مو فاهمة عليه أصلاً. الحي يشوف الحي. ترى صح نفس اللي قلتيه بس عطيني إياه بالشرح. إن الأحياء يتلاقون. الأحياء. إيه الناس تتلاقى يعني. هي صح لما واحد يشوف صاحبه بعد عمر يقول له الحي يشوف الحي. إيه مصير الحي يتلاقى. عطوها توحيدة. عشان يعني. صح صح صح. صح احنا نقول انا بصالون ما ابي اي شيء بصالون. ما تبي صالون؟ لا ابي صالون ما ابي. فاطمه رقم الثاني ها اللي 100 دينار صالون تيك يور تايم وجائزتك 250 دولار هذه كاش. شكرا. عفوا مع السلامه. بعد الو اخر اتصال. ضحى. هلا شلونك يا ضحى؟ بخير الحمد لله. شو اخبارك؟ تمام. يلا نقول كل عام وانتم بخير. قرب العيد قرب وانت بصحة وسلامة. خذيتي العيادي ولا ليه الحين من البنك ولا تستلمين عيادي؟ لا موظفة. موظفة عشرات عشرينات خمسات دنانير؟ ها مو فاهمة قصدي. عشرات عشرينات شيء فوق بعد. بعد فوق ما في عملتنا 20 تقصين علي توزعين يورو ما يصير. اختاري دروازة. الشامية. الشامية بسم الله. الأمثال هذه بيدي. لعبتك دكان عبود. قاعدة تشيك عليها. دكان عبود. ماشي؟ ماشي. يلا بسم الله. تعرفين حق اللعبة ولا أشرح لك؟ إي أعرفها. ممتاز. A to D من 1 to 4. تايم. هتساعدنا. حاضر من عيوني. أبو فواز. أبو فهد أمس لا تشوف سوى. يلا. يلا بلش. اثنين. ايه في حنة واثنين حنة صح. هذه أول 50 دولار. ها بي وثلاثة. بي بفك وثلاثة كاكاو. لا بي وواحد. بي وواحد مبينين. 50 ثانية. 100 دولار صح. كملي. وثلاثة ودي. ها ثلاثة ودي. ثلاثة ودي. ودي صح. حلوين. آخر واحدة خلصنا. وأربعة وسي. أربعة وسي. عدس 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 200 دولار. ألف مبروك. مشكورة. يعطيك العافية. تسلمين وشكرا جزيلا. راح نكمل ويا بعض وذكركم بالتواصل. دي بالإنجليزي أو دال. ترسل لي مسج على الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة وتطلع ويانا على الهواء ربحان الكاش. بريك.
الله 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 طب انا ادور ربعي على الاغاني الليل العاشقين ناخذ الو اي والله يا جماعه في شغله ساره المخرجه يا انا تعرف الحاسس بالحاسسات يا انا تعرف لي عدل واحده من الثنتين تعرفني عدل اوكي الو 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 هلا والله دانا هلا صباح الخير صباح النور يا هلا شلونك الحمد لله تمام عساك بخير خير يا موضوع خير. حلقتنا اليوم يقول كل شخص يتصل شنو وظيفته يا انه طالب ولا يشتغل وكم معاشه وليش لا لا توني طالبه ها الجامعه توني طالبه في الجامعه شنو ان شاء الله تدرسين ان شاء الله باذن الله اكيد معلمه ان شاء الله ها بتصيرين معلمه ان شاء الله بس قاعده تدرسين يعني تربيه صح ايوه اي جامعه تربية. جامعة الكويت جامعة الكويت قريب يمنا كيفان ايوه عسى الله يحفظكم ان شاء الله يا رب ان شاء الله لا الحين ما في مواقف لا لا اختاري دروازه الجهره اقدر اقوم يلا خلينا نروح حق الجهره شوف 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 الحركه هذه ارجع حق الكاميرا مره ثانيه خل نروح حق يا سلام مذيع مذيع لونك هو البنج لو تعرفينها انت متابعتنا شنو اللون جيجي ما شو بنفسك كذي جيتي جيجي البنج جيجي البنج ايوه قوليها مثل ما انا اريدها يلا قولي لون شنو البنج جيجي يا سلام حلو راح تصير مدرسه ان شاء الله ان شاء الله صندوق مبيت اختاري لي من 1 إلى 6 1 بسم الله قولي وياي شنو عشان انت بتربية او يا مال او يا مال اذا اسئلة شنو تاريخية بحرية تاريخ خلها عن التاريخ صح ان شاء الله يقول لك قبل واحد يسمونه الطواش من هو الطواش الله شايب قال الله على طول ها طواش الطواش من هو الطواش قبل تاجر يمكن ولا حلو تاجر تاجر شنو اللولو تاجر اللولو تاجر اللولو الله عليك فالك البيرك ان شاء الله مبروك مبروك فالك التخرج مبروك ان شاء الله اللي حصلت من هلال عبد الله الله يسلمك يعطيك العافيه مشكوره تاجر اللؤلؤ كان يسمونه الطواش جائزتك $250 والجاسر قطعتين قماش حق اي واحد يمك من يمك من الاخوان الاهل ما عندي حل بس ان شاء الله اللي سمعنا اكيد بياخذها اللي يشوفك الحين ويدق عليك يقول انا ابي القطعتين اعطيه ابشر ان شاء الله اوكي بس رجالي ها اي اكيد ان شاء الله يلا شكرا ناخذ بعد الو والله يستاهل ابو فارس رجل والرجال قليل بصراحه الجاسر الاقمشه شغل مرتب الو خيته اهلين شلونك الحمد لله تمام اسمك رائع بصراحة شكرا شكرا العفو صدق والله بخيته اي بخيته شي صح يعني بخيته رقية لولوة سلوم مزنة شنو عطيني الأسامي اللي قبل وردت الحين قاعد يسمون مزنة صح بعد شقحة شقحة بعد بس هذا اللي قاعد ذكره عبد الله لا عبد الله مو قديم ايش دعوة اي بخيته قديم الحين عبد الله مو قديم لا احنا اوكي يلا قديم طوفيها حقي يلا ما نطوف اوكي اختاري دروازة البراعصي البراعصي سلة صفرة اوكي سليلة صفرة طابوق اوكي يلا توكلنا إدام إدام لشنو شنو إدام للطبيخ معروفة خربتيها ما أدري يلا أفضل بما أنك لابس نفس النحلة أوكي يلا عندنا الأرقام هني وياك أبو فهد أبو فواز كلهم فيهم أبو حمد بعد يا سلام شباب كلهم باي وتراي يلا اختاري لي عطونا التايم خلينا نبلش من 6 شو رايك خيتي؟ ها؟ 6 سنين 6 وين؟ لا سنين لا تسعة نيرب تسعة لا والله لا خمسة. لا هذه ولا هذه ها نروح هني نروح هني خمسة صح هذه أول واحدة أعطيني بعد هذه سهلة واضحة بفوزك يلا
ثمانية وين؟ ثمانية سبعة. سبعة سهلة واضحة، باقي بعد واحدة وتربحين الكاش. يلا زين، حطوا الكاميرا على الطابور عشان نشوف. الكلام لك ترى، قاعد نتكلم عنك. يلا كم قولي؟ اثنين واحد. اثنين ويا واحد؟ ايه نجرب. يلا بسم الله خلينا نشوف تركب ولا لا تركب. يا نسيت اسمك والله، بخيته. مو قلنا وايد اسامي ضيعت. بخيته، الف مبروك. كاشك 350 دولار. اوكي اوكي، يعطيك العافيه وباي باي، مع السلامه. ناخذ بعد الو. ترى على فكره في ناس تقول كل شوي انت متاذي. لا انا احبك شوي انسفها شي. ها واحد اثنين الو. وهذه شي محمد، يعطيك العافيه. الله يعافيك محمد، شلونك؟ الحمد لله تمام. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. محمد من وين؟ العافية. الله يعافيك ويسلمك. من وين؟ كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحة وعافية. مبارك عليكم الشهر وعليكم من عوادة. من وين؟ من مصر. من مصر، اهلا وسهلا يا محمد. اهلا وسهلا بيك، ساكن. يعطيك العافية. الله يعافيك محمد. محمد تفضل. دام فضلك، تعرف طرق اللعب؟ ان شاء الله. لك خلفية بالتاريخ الكويتي والتراثي والامثال والكلمات الشغلي الحلو؟ اكيد طبعا، ربنا يحفظ الكويت واهلها وشعبها. الله يحفظك ان شاء الله. مشكور على هذه الدعوه الجميله من القلب الى القلب. يخليك. محمد انت في الكويت؟ موجود في الكويت. شغال؟ شغال مدرس. ما شاء الله، مدرس شنو؟ مدرس لغه عربيه. درس خصوصي؟ لا لا. مدرس في مدرسه. ادري ادري اتغشر والله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يخليك حبيبي. بحب البرنامج بتاع حضرتك والله. الله يحفظك ان شاء الله. والله تسلمون والله العظيم، كلكم خير وبركه. يعطيك العافية. والله يعافيك يسلمك. اختار لي دروازة. الشامية. الشامية ان شاء الله. ترى عندي لك سؤال باللغة العربية. ها تفضل تفضل. ماشي بسم الله. صندوق مبيت. اوكي الله يخليك، ساعدنا الله يخليك. تفضل. حاضر حاضر، بس ضبط الولاد. ها الله يعطيك العافية. يلا اختار حبيبي، اختار من واحد لستة. بسم الله. من واحد لستة ان شاء الله بإذن الله. واحد واحد. عيد ميلاد. حلو. عيد ميلاد زوجتي ان شاء الله. عيد ميلاد زوجتي المدام. المدام الله يحفظكم ان شاء الله يا رب. الله يخليك. كل سنة وانتم طيبين وانت بالصحة والسلامة. حبيبي يعني علي، نبي اسئلة سهلة يسهل. الله يخليك، ساعدنا الله يخليك. اعرف ما تحته خط. لا درس عربي، اسف. شوف يقول لك ما هي او ماذا تسمى اول مقهى بالكويت؟ اسهل شيء والله، الباقي كلهم صعبين والله. بعطيك اختيارات. تفضل. معها ابو نيشي ولا معها يا خراشي؟ ها اي واحدة كويتية؟ ساعدنا الله يعطيك العافية، ساعدنا الله يخليك. ابو نيشي ولا خراشي؟ ساعدنا الله يخليك. منيشي. منيشي ان شاء الله. منيشي صح يا باشا ان شاء الله. يعطيك العافيه، انت معلم واحنا منك نتعلم. الله يخليك، انت المعلم كبير وانت استاذنا كبير. حبيب قلبي الله يخليك. الله يسلمك. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. لحظه لحظه، حبه حبه. الدولارات لك، الكاش لك 250 دولار، وللمدام صالون ب 100 دينار من تيك يور تايم عشان عيد ميلادها. الله يخليك، يعطيك الف عافيه. مقصرين وياك بشيء؟ الله يخليك وربنا يحفظ الكويت واهلها وشعبها. تسلم يا الغالي. الله تسلم يخليك. شكرا على الدعوه. بريك صغير ورادين وياكم بالخطوه الاخيره. اي والله الاخيره في الدروازه لليوم. رجعنا وياكم مرة ثانية في الدروازة في الفقرة الأخيرة لحلقة اليوم، والمزيد من الكاش والألعاب من خلال اختيار الدروازة اللي عندنا. ألو جاهز؟ منو؟ ألو؟ ألو؟ حسنة؟ هلا والله، شلونك عبد الله؟ تمام، أنت شلونك؟ زين الحمد لله. شلونك عبد الله؟ مبروك الجائزة. الله يبارك فيك ويسلمك، يعطيكم العافية. منها لعلة إن شاء الله. تسلمين يا غالية، مشكورة والله، تسلمين ما قصرت، يعطيك العافية. وإن شاء الله القادم افضل واجمل، كل ما نسوي فكره ونقدم شيء على الشاشه الحلوه ترضيكم يا رب ان شاء الله. تسلمين. استاهل والله الرايس. تسلمين يا الغاليه. موضوع حلقتنا اليوم شنو وظيفتك؟ والله طالبه.
طالبة بأي كلية أي معهد؟ مدرسة. كم عمرك؟ أنا عمري 20. أنا شاركت مع الوالدة باسم الوالدة. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. بس كافي ما نبي شيء زيادة. أنا بنعرف. أوكي. عشان أنا بنعرف معاشات الحين. ما أنا عيادي. ماشي. شنو بسألك سؤال؟ هلا. أكثر عيدية خذيتيها كم؟ 50. من منو؟ والله من أمي وأبوي. الله يحفظهم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. هالمرة بيسوونهم 60 قايلين لي. اختاري دروازة. الجهرة. الجهرة حلو. أروح. أوكي. اليوم وايد اختاروا الجهرة. راح نختار لك البنت جيجي. أوكي. 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 بسم الله. خلها كذي يلا بريح. لعبتك غطاوي. أوكي. أوكي. أوكي بس أبي تساعدني الله يعافيك أحب مساعدتك. حاضرين. أنت تلاحظون أن مساعدتي هي الإجابة ها؟ يلا. كلك خير وبركة. الله يسلمك يا رب مشكورة. نختار رقية. أوكي. أوكي. أوكي معك. إيش رأيك بالنسفة؟ إيش يسمونها النسفة؟ ها؟ والله. كذي قاعد. يلا. حطوا لنا الموسيقى ونقول لك القطايه. اوكي. يا ناس تراهم وقفونا احنا ثلاثه وفرقونا طماشه للناس حطونا يا هلا باللي زارونا. ايش يقصدون طماشه؟ يعني فرجه للناس. فيا ناس تراهم فرقونا. شوفي احنا ثلاثه وقفونا طماشه للناس حطونا يا هلا باللي زارونا. معلم سياحي في الكويت. إشارة المرور. إشارة مرور معلم سياحي. أبراج الكويت. أبراج الكويت. الله يهداك الله يهداك. شنو اللي جاب طاري؟ 1 2 3 أبراج الكويت. الله. $400. يعطيك العافية. يعافيك ويسلمك. في أحلى من المساعدة هذه؟ لا مشكور. بس ما أعطيك الإجابة. الإجابة عندك. ناخذ بعد. ألو. نغير نسفة ولا عجبتكم يا جماعة؟ خليها. يلا غدير. غدير سلام. شلونك؟ الحمد لله سلام. شو أخبارك؟ خير. أنت على الهواء مباشرة. على الهواء مباشرة. أي ركزي سمعيني من التليفون واخري عنك التلفزيون بس شوفيني من بعيد. اوكي اوكي. تحجبت باركي لي. اختاري لي دروازه. شاميه. الشاميه خالصه. خلصت الشاميه. عندنا المكسب اليوم نهي وعندنا الجهره باقي سليلتين وعندنا البريعصي باقي كم سليله. ها الجهره. الجهرة. أوكي لعبتك يا محفوظة السلامة. الورقة ما راضية تطلع. شنو صندوق مبيت. أوكي قولي لي أوكي بس. اختاري لي من 1 ل6. يلا وخلك من التلفزيون قلت لك. أوكي. يلا اختاري من 1 ل6. ها؟ 5. خليك أسرع من كذي. مهن. المهن. عندك معلومات كافية ولا لا؟ مهن. ها؟ إيه. إنزين. من هو القطان؟ تحية كبيرة حق عائلة القطان في الكويت ومن ضمنهم أهلنا وربعنا وإخواننا. لكن القطان مهنة كانت في الكويت قبل تطلق لمن؟ لا إجابة خاطئة. يلا قولي. شنو؟ ها؟ اللي تسوي قطن؟ اللي تسوي قطن؟ ايه. ها ما دام تسوي قطن صح ولا لا؟ يمشي القطن. ها؟ قربتي إيه. انت بس اعطيني اجابة عاد تويتية. ها؟ مو يسوي قطن. النداف. شنو؟ النداف.
النداف اللي نجد ممكن، وانت قلتي يسوي قطن، الإجابة عند بشويطر، أفوز ولا؟ ها انت قربتي، أعطيك الإجابة، بائع القطن وفرش مبطنة بالقطن، يعني هذه هي الإجابة المفروض انك انت تقولينها، بس فايزة يلا على آخر اتصالين ما راح نخسرك، أوكي؟ $250 شكرا لك. في بعد ألو؟ آخر اتصال ولا بعد فيه؟ عبير، عبير هلا، شلونك يا عبير؟ ايش فيكم طخيتوا اخر شيء؟ انا ما طخيت، انا لوك 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 ها مطخين كلش مطخين. حلو، انا مسك الختام، ما ابيك تطخين كلش. وين وين تشتغلين؟ لا ادرس. وين تدرسين؟ حقوق. اوه محاميه ولا وكيله؟ نيابه ان شاء الله. خلا ما يصير. فوزني فوزني. شو بتسوين؟ شو بتسوين؟ شو بتسوين؟ أنا إنسان سيدة، لا يمين ولا يسار، سيدة الحمد لله. مغيم 30 ها مو 40 ترى. حرام. يلا اختاري دروازة. ما له شغل صح؟ اختاري دروازة. المكسب. المكسب أوه زين. المكسب فيها فوانيس ولعبتك. هي دكان عبود. اوكي اوكي خليك مركزه وياي. علوش اوكي شوفوا ايده، شوفوا ايده. يلا اختاري لي 1 2 3 اعطوني تايم ويا الموسيقى. اثنين ايه مفيد. اثنين يلا هذه واحده بعد. يا سلام. ها بي ثلاثه بي دقوس بوديج بي واحد بي واحد صح دقوس دقوس حلوين. هذه الثانيه ها طيب سي 4 سي و4 صح اخر وحده دي واثنين. يا سلام عليك 200. شنو 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 جبتيها يب حلوين. $200 كامله من الصناديق كلها، وبعطيك قطعتين قماش من الجاسر حق احد من اهلك. اوكي شكرا. العفو، مع السلامة. الختام، وصلنا وياكم لختام حلقة اليوم، ودائما نذكر بشكر كبير للرعاة المشاركين ويانا، غير الكاش الذي يقدم لتلفزيون الراي، الجاسر يقدم لنا قطع قماش رجالية طبعا مكانهم بسوق الأقمشة، وأيضا تيك يور تايم صالون نسائي مراضين الاثنين رجالي ونسائي، نسائي بقيمة 100 دينار كوبونات يعني تتفاوت للمشتركين ويانا في برنامج الدروازة، اللي حالف الحظ وربح الكاش والكوبونات نقول له ألف مبروك، واللي خسر نقول له حظ أوفر في حلقات قادمة، واللي بقى كم حلقة حليقات على قولة سارة يعني إيه مو سليلة وحليقات. نشوفكم على خير باكر بنفس الوقت في برنامج الدروازة، مع السلامة.